كيف انا شان ما اطلعش يعني وارجع على المدرسة من اول على المدرسة؟ بيحكون الدكاترة لما أروح عليهم بدك أكل كويس وبدك فيتامينات وبدك أكل كويس، وبطلب مني أدوية مش موجودة هنا. الصغار كل ما أطلع ألعب معاهم بدهم يحكوا لي، مرة لما طلعت ألعب معاهم صاروا يحكوا لي أنت ليش بتلبسي هذه العراس؟ أنا زقتها كثير هذه العراس، ليش بتلبسي هذه العراس؟ ما هيك سرطان أنت قرعة. نفسي أطلع برا أتعالج أتريح، يعني أصحى من النوم ما لقيش يعني صوت إسعافات وقصف، ونفسي يعني أصحى من النوم ألاقي كل شعري طالع ونلاقي حنا بالشمال. يعني كيف أنا بدي أطلع شعري؟ كل ما أصحى لازم أسمع صوت دابة، كل ما أصحى بشوف إسعافات منشان، كل ما أصحى صوت طلق، كل ما أصحى صوت ضربة. عاد أنا بخاف يعني نفسية هذه، كيف بدي أطلع شعري يعني طول ما احنا زي هيك يعني.